إذا كنتي أول مرة كتزوري القناة، ما تنسيش تضغطي على المربع الأحمر سبسكريبيرسي ولا اشتراك ولا صابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلك ديما جديد. وشكرا. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الموضوع جديد آخر. هاد المرة غادي نهضر لكم على زيت الخروع ولا أسيتيد الريسينو، شنو هما الفوائد ديالها وفين كنشريها في إسبانيا وفين كنتلاقاها وشحال كدير وكيف داير الشكل ديال البوطي ولا القرعة. أنا غادي نهضر لكم على بعض ديال الفوائد ديالها لاش كتصلاح، حيت شفت بزاف ديال البنات قالوا لي هضرينا هاد المرة على الفوائد ديال زيت الخروع ولاش كتصلاح واش مزيانة الشعر ولا الحوايج اخرى اللي غنهضر لكم عليهم دابا. انا دابا غنهضر لكم على زيت الخروع اللي عندي ديما في الدار وكنشريها. زيت الخروع اللي عندي هي هادي كنشريها من الفارماسيا. هادي راه ناتورال 100% وديما كنشري هاد البوطي هذا اللي كتشوفوا كامل، كيدوم ليا بزاف، كيبقى عندي حتى العام، كيبقى مازال شايط وكيبقى عندي بزاف حيت هي خاطره ديال الفارماسيا. ولا كما كنعرفوا زيت الخروع الا شريتوها بحال هذوك اللي بعد من كتباع في المغرب ولا كيجيبوها المغاربه كتكون شي شويه بحال زيت سائله، هذيك ماشي ناتورال 100% كما كنعرفوا هي كتكون خاطره بحال هذه اللي كنشري في الفارماسيا ديال اسبانيا وكتباع ب 12 اورو. بعد الفوائد ديالها علاش كتصلاح وعلاش كنستعملها وعلاش دائما عندي في الدار، هي كما كنعرفوا زيت الخروع راه مزيانه للناس اللي عندهم الاكني ولا اللي عندهم حب الشباب. هي كتقدري تستعمليها في شي ماسكاريا ديالك ولا شي خلطه للوجه البشره اللي عندهم الحب الشباب، راه مزيانه كتحيد دوك الميكروبيوس اللي كيكونوا وكتحيد هذوك الاثار وكتحيد حتى الاكني من الوجه وكتصلح حتى البيل مويسيكا ولا البشره الجافه بزاف. كما كنعرفوا هي راه الزيت ديال الخروع فيها بزاف ديال يعني ادراتانتي، يعني موي ادراتانتي مرطبه بزاف، وكنقدروا نديروها ديريكت من تاع وجهنا حيت هي كتساعد البشره الجافه تولي بادراتاده ولا رطبه بزاف. نصحكم يعني اي زيت اللي غادي تقدروا ديروا ادراتانتي ولا اي حاجه ديروها بالليل وفي الصباح فاش تفيقوا تغسلوها مزيان. وكما كنعرفوا راه مزيانه حتى للتجاعيد، دوك التجاعيد اللي كيكونوا ولا انتي ايدال اللي كيكونوا في الوجه كديريها وكتحيد كتساعد تحيد هذوك التجاعيد اللي كيكونوا عندنا هنايا، غير يعني ما توصلوهاش لعينيكم حيت هي كتحرق في العين. والاستعمال الثاني كتصلح للشعر مويدانيادو ولا الشعر المتضرر ولا المتقصف، هي كتغذي الشعر وكيقوي الشعر وكيصلح حتى بالنسبه للناس اللي عندهم كاسبا ولا القشره، ديريها في الجلده ديال راسك راه ما بقاش غادي تجي القشره. كما كنعرفوا شعرنا فيه القشره ولا سميتو، راه هذاك هو السبب اللي كيخلي الشعر يتساقط. والاستعمال الاخر كتصلح للطفا، كما كنعرفوا اسيتيد الريسينو ولا زيت الخروع راه فيها فيتامين اي اللي كتقوي لينا الضفار ديالنا وكتخليهم ما يتهرسوش. يعني تقدروا تخلطوها شويه مع الحامض ولا شويه مع زيت العود وتبقاو تغطسوا الضفار ديالكم فيها كل ليله، ومن بعد تبقاو دير واحد المساخي بحال هكا، راه كي يعني فورتاليسا ولا كيقوي الضفار ديالكم وما كيخليش الضفار ديالكم يتهرسوا ولا يبقاو بحال كيتقشروا الضفار ديالكم وكيبقاو يتهرسوا بسهوله. والاستعمال الاخر نقدروا نستعملوها كاسيتي كوربورال المساخي انتي انفلاماتوريوس، بحال نقدروا نستعملوها نديرو بها مساخي كوربورال، وحتى الا مثلا بحال تفدعتي ولا تنفخت لك شي بلاصه تقدري ديري بها مساخي في هذيك البلاصه. والاستعمال الاخر راهي كما كنعرف
كتطول وكتكثر الشفران. انا الطريقه اللي كندير هي كنشد شويه ديال الزيت ديال الخروع وشويه ديال الزيت ديال اللوز الحلو، كنخلطهم في هذيك ديال الماسكارا. خاصكم تغسلوها مزيان من البرودوي، حيت خاص وحده اللي تكونوا اصلا كملتوها وصافي بغيتوا تلوحوها تشدوها تغسلوها مزيان من البرودوي وتكبوا فيها الزيت. تقدروا تشدوا داك تورانغ وتعمروه بالزيت ديال الخروع والزيت ديال اللوز وتخوي في هذاك ديال الماسكارا، واللي تبقاو تشدوه وتبقاو ديروا بحال كديروا ماسكارا في الشفار ديالكم. راه في شهر غادي يولي الرموش ديالكم كتار بزاف وغادي يوليو طوال. وكما قلت لكم في الاول راه هي مزيانه بزاف للتساقط ديال الشعر، يعني بلا ما ديري لا زيت لا والو، تقدري ديريها غير هي بوحدها تبقاي تتبعيها ديريها يوميا ولا كما انتيا بغيتي، يعني راه هي طبيعيه 100%، ما تخافيش راه ما كدير ما والو. تبقاي ديريها يوميا وهي راه كتقوي الشعر، غادي تبقاي تحسي بشعرك قوي، وغادي فاش غادي تبقاي تقيسي الجلده ديال راسك بحال هكا غادي تبقاي تحسي بشي زغب صغير كيبقى يبدا ينبت في الراس ديالك. وتقدر تستعملها حتى كما كنعرفوا، لكن الا كان شي واحد كيتزاد في الوزن ولا شي مرا حامله كيكونوا في هذوك الخطوط البيضاء، تقدري تابليكيها ولا ديريها فوقها يوميا باش هذوك الخطوط ما يتزادوش وما يخليو لك الاثار من بعد، فاش حيت من بعد فاش كي ما كتداويش ما كتديريش ما كتادراتيهمش باش ما يتزادو، من بعد كيخليو بعد المده كيخليو واحد الاثار اللي كيبقى زرق ولا كيبقى ابيض. وزيت الخروع هي راه علاج ضد الالتهابات والفطريات، وراه مزيان بزاف. صراحه انا دائما عندي في الدار حيت كنستعملو لشعري، كنستعملو بزاف ديال الحوايج للرموشي، كندير به خلطات للترطيب، وخصوصا كيصلح للناس اللي عندهم البشره ديالهم جافه بزاف حتى ديال الوجه، تقدروا تشريوها وديروا بها خلطات ديال الوجه وديال الجسم كله. راه هو مزيان كيرطب البشره وحتى كيرطب الشعر المتقصف وكيطولوا وكيوقفوا من التساقط. هذا هو الموضوع ديال اليوم، نتمنى يعجبكم الفيديو ويعجبكم المعلومات ديال اليوم، ونتمنى لكم فدتكم. ولا عجبك الفيديو ما تنسيش ديري ليا لايك كيما ديما، حيت انا من هذوك اللايك كنعرف واش عجبكم الفيديو وكنزيد نعطيكم اكثر واكثر. وشكرا بزاف وحتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.